حضراتكم في آخر فقرة، وإحنا دايماً في البرنامج بنحب من فترة لفترة نتكلم عن التغذية ونستضيف أخصائيين ويكلمونا عن إحنا نتصرف إزاي وناكل إيه علشان نعيش حياة يعني صحية وكمان يبقى فيها إنتاج. يمكن ده حربطه شوية بالخبر اللي كان معانا اللي هو المبادرة بتاعت وزارة الشباب والرياضة واللي كانت بتتكلم تحت عنوان لياقتك صحتك علشان تزيد من إنتاجية الموظفين أو العمال. إيه الأكل، إيه السلوك اللي أنا مفروض أتبعه علشان أقدر أكون شخص كمان مش بس شخص عامل، لا وشخص منتج في المجتمع. خلينا نعرف كل التفاصيل دي من ضيفتنا العزيزة دكتورة آية راغب أخصائية التغذية الرياضية. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح النور، ازيك؟ منورانا، اهلا بيك. شكرا. خلينا ناخد اول سؤال اللي هو الجزئية دي اللي قالتها نهاوند، فكرة الانتاجية وفكرة السلوكيات والنوعية التغذية اللي ممكن تأثر بالسلب على الرياضيين، ولو في مساحة كمان نتكلم على الأشخاص العاديين إلى جانب الناس الرياضيين. بالنسبة إحنا بنعمل إيه غلط في سلوكياتنا وفي عاداتنا الغذائية؟ هو أولاً بعيد عن السلوكيات بتاعة الأكل، أكتر حاجة بتأثر على اليوم بتاعي نوعية النوم بتاعتي، إيه اللي باكله بيخليني بيقطع النوم بتاعي، لو عندي توتر مثلاً من حاجات معينة في اليوم فده بيأثر أوتوماتيكلي على الإنتاجية بتاعتي زي ما كنا بنقول. من ناحية التغذية عادة بتبقى الحاجات اللي فيها سكريات أو الحاجات المصنعة زيادة، أو لما باكل مثلا كربوهيدرات كثير، أو اللي هي الحاجات العيش والمكرونة الرز البطاطس أكتر ما محتاج جسمي، فبالتالي بيخزن مخزون دهون في الجسم وبيخليني أتقل في خلال اليوم، مش عارفة أنتج أكتر. ما عندناش أكلة خالية من الرز او المكرون؟ لا في حاجات كتير، يعني ممكن استبدلهم مثلا بفول، ممكن استبدلهم لو انا عايزه، عندي بقوليات كثيره جدا، عندي بروتينات مثلا فراخ لحمه سمك، ممكن طعميه، اي حاجه من الحاجات اللي هي ممكن تدي لجسمي الطاقه بس من غير ما ازود قوي في الكربوهيدرات، يعني علشان دي بتقل الجسم شويه لو هي زياده عن اللزوم بتاعي بتاع اللي انا محتاجاه في اليوم يعني. كويس. طيب انت يا دكتور ايه اشتغلتي، اولا درستي في برشلونه وبعدين اشتغلتي مع بعض يعني من لعيبه الفريق الاول في الاهلي بالزبط. وكمان كنت بتدي محاضرات للناشئين بالزبط. فطبعا التغذيه للفريق الاول غير الناشئين، التركيز هنا حاجه وهنا حاجه، ده غير كمان ان الغير رياضيين ليهم اسلوب تغذيه اخر، فخلينا كده نسمع منك. طيب بالنسبه للفريق الاول هما خلاص ده حصل النمو، فانا مش محتاجه ان انا ادي لهم حاجات تعزز النمو بتاعهم او ان هي خليهم يكبروا او ابقى مركزه على ده، انا مركزه مثلا على كل لعيب طريقه تمرينه عامله ازاي، مكانه او البوزيشن بتاعه في الملعب ايه، وعلى هذا الاساس بنبتدي نحط له برنامج غذائي يساعده هو على التحسين من ده. يعني البوزيشن بتاع اللاعب بيختلف لانه في لعيبه مثلا محتاجه تبقى اخف من لعيبه ثانيه، في لعيبه محتاجه تبقى لو بتجري اكتر، في لعيبه مثلا محتاجه العضل الكتله العضليه بتاعتها تبقى اكتر من لعيبه ثانيه وهكذا. بس في المطلق ليهم كلهم يعني للفريق الاول بيبقوا محتاجين ان هم يبقوا بيبعدوا تماما بقى عن السكريات، سلوكيات النوم بتاعتهم تبقى مظبوطه جدا، يبقى ما عندهمش حاجه بتوترهم خلال اليوم، يبعدوا تماما عن التليفون مثلا اول ما بيصحوا قبل ما يناموا، دي حاجات بتبقى خلاص انا اكتسبتها مع الوقت ولازم امشي عليها لان هي دي اللي هتاثر على الاداء بتاعي في الملعب يعني. حلو جدا. والتوقيتات كمان بتاعه الوجبات للناس اللي بتروح مثلا الجيم او الناس اللي بتمارس رياضه من خلال تدريبات معينه، من المعروف ان لازم الواحد ما ياكلش قبل التمرين بفتره معينه بالزبط. وياكل حاجات معينه مش حاجات تانية بالظبط. برضو عايزين نلخص التفصيل. اهم حاجه، اهم وجبه بالنسبه للعيبه او بالنسبه للناس اللي هي بتتمرن كتير، الوجبه اللي بعد التمرين مباشره، على عكس ما الناس فاهمه يعني. في ناس فاكره اللي هي في خلال نص ساعه مثلا، في خلال نص ساعه او ساعه بعد التمرين، والاغلب لازم يكون فيها بروتينات كتيره فعلشان اقدر ابني الكتله العضليه بتاعه الجسم كويس وما يحصلش اي تهتكات فيها، فلازم عشان يعمل لها زي ما بنقول ريكفري او بالظبط، فلازم ان انا اكل بروتينات بعد التمرين مباشره، حتى لو هاكل مثلا رز او مكرونه او عيش تبقى كميه بسيطه جدا مش كميه كبيره زي ما متعارف عليها، وابعد تماما عن السكريات او حاجه تهبط جسمي، انا عايزه اعزز الطاقه بتاعه العضله واقوي العضله، فاهم وجبه هي الوجبه دي، والوجبه اللي قبل التمرين مباشره بناخد حاجه بس زي ما نقول بتزقنا كده، موز تمر حاجه فيها بوتاسيوم في الاغلب، ويبقوا شاربين ميه كويس، اهم حاجه الميه بالنسبه للعيبه
علشان وهم بيلعبوا بيفقدوا ميه كتير جدا فلازم واملاح كتير جدا فلازم يبقى فيه على طول ميه او يبقى جسمهم داخل له حتى لو املاح معدنيه من خلال سبلمنت ساعات بس بتبقى بس متاكده ان هو جسمه ما بيقعش منه الحاجات اللي عايزها يعني. طب والناشئين بقى لو روحنا الناشئين؟ الناشئين بقى حاجة تانية شوية إلى حد كبير لأن هما لسه في فترة النمو ولسه جسمهم بيتكون فأنا محتاجة أركز أكتر ساعتها على الكربوهيدرات لأن أنا محتاجة إن هما يعني يبقى عندهم طاقة أكتر شوية خلال اليوم مع البروتينات بس بزود ساعتها الكربوهيدرات جدا وممكن ساعتها زود الألبان على عكس الفريق الأول أنا بقلل الألبان تماما إن هي بتقل لهم جسمهم شوية التانيين لا أنا بزود الألبان بزود الجبن ممكن أزودها بس مش الحاجات الصفراء أو الحاجات المصنعة يعني. كويس جدا جميل. طيب المكملات بقى المكملات الغذائية إيه منها اللي آمن وإيه منها الغير آمن بلس هل لازم اللي ياخد مكملات غذائية يكون رياضي وبيمارس رياضة وبيبذل مجهود لأن في من يعني في بعض الأحيان بيبقى فيه مكملات غذائية سيئة السمعة بيتقال عليها ما معناه إن هي بتتراكم على الكبد وحاجات زي كده فعايزين برضو نعرف من حضرتك هو ده حقيقي مش كل الناس لازم لها مكملات غذائية المفروض الطبيعي إن أنا أخد مكملات الغذائية بتاعتي من الأكل لو أنا باكل الأكل الصحي الكافي في اليوم أنا مش محتاجة مكملات غذائية أصلا في اليوم بس عشان اللعيبة بيبقى عندهم بيبذلوا مجهود يمكن اكتر شويه من الناس الطبيعيه وبيتمرنوا تمرين اكتر شويه اللعيبه والناس اللي عندها اندر ويت الناس اللي عندها اندر ويت دي مختلفه شويه دول بقى ساعتها بنديلهم مكملات غذائيه مثلا بروتين في خلال مثلا واي بروتين بس ما بقدرش نزود قوي لان ده بيأثر على الكبد زي ما حضرتك كنت بتقول بالذات الواي بروتين من اكتر الحاجات اللي بتتقال عليها ان ما ينفعش حد ياخدها من غير ما يكون بيمارس رياضه بالزبط. او جيم تحديدا هو احنا ممكن نديها لو حد مش بيدخل له البروتين الكافي في اليوم لو هو مثلا اندر ويت او تحت الوزن المثالي ليه لكن اللعيبه لا هم محتاجين اغلبهم محتاجين واي بروتين محتاجين حاجه اسمها بي سي دبل اي اللي هي بتعمل ريكفري للعضله في خلال التمرين فدي بتتاخد خلال التمرين في حاجات بقى مكملات تانية الكارنيتين والكرياتين والحاجات دي مش كل الحاجات دي محتاجها اللعيب انا كل اللي بس محتاجاه ان انا هاخد الحاجات الاساسيه من الاكل وممكن اديله بي سي دبل اي او واي بروتين بس عشان ازود العضل بعد التمرين وخلال التمرين يحصل له ريكفري عشان ما يحصلوش اي اصابه فده اللي انا هبقى مركزه عليه يبقى بس كمان الفريق الاول مثلا محتاجين فيتامينات اكتر شويه فممكن بعد سنه 30 يبقى محتاج ان هو ياخد فيتامينات اللي هي مالتي فيتامينز او كده مغنيسيوم زنك كالسيوم علشان العضل بتاع جسمه علشان الهضم عشان الجسم يقدر يأبزورب الاكل بطريقة معينة يمتص الأكل بطريقة معينة وفي أوقات تانية لا الصغيرين مش محتاجين طبعا خالص يعني طيب خلينا بقى نروح لنقطة تانية دكتور آية وهي فكرة الناس اللي المود عندها في مود سوينج أو المود عندهم بيختلف يعني بشكل يعني واحد يبقى مبسوط فجأة تلاقي إنه بقى زعلان العصبية الشديدة لكلنا. أكيد ده برضو راجع لأسلوب تغذية سيء بالزبط. أو غير صحي فنعرف منك ايه الاكلات اللي احنا نبعد عنها عشان ما ياثرش بشكل اكبر على المود بهذا يعني الاختلاف اللي كلنا اكيد ما بنبقاش عايزين نمر بيه وفي نفس الوقت ايه الحاجات اللي نركز عليها علشان تريح لنا او تصفي كده الذهن يعني طيب اولا انا ببعد عن السكريات تماما المصنعه مش السكريات الطبيعيه السكريات الطبيعيه الفاكهه والحاجات دي عادي تماما ما عنديش مشكله معاها طيب انا ممكن يا دكتور ايه لان بيبلغونا بس ممكن ناخد الاجابه بعد الفاصل أكيد. نروح فاصل سريع عشان ما نقطعش الاجابه تبقى اجابه مره واحده فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم حضراتكم مرة تانية وقبل الفاصل كنا بنسأل دكتور آية معانا هو دلوقتي في أكل معين ممكن يأثر على المود بتاعنا نتجنب إيه وناكل إيه علشان الواحد كده يفضل ذهنه يعني حاضر وصاحي والمود كمان بتاعه كويس فضل يا دكتور طيب إحنا كنا بنقول إن السكريات في المطلق هي أكتر حاجة بتأثر على المود بتاعي أو الحاجات المصنعة فأنا أكتر حاجة ألتزم بيها الفاكهة الحاجات اللي هي الناتشرال زي ما نقول الطبيعية طبعاً. السكر الطبيعي
وهبعد تماما عن السكريات المصنعه، البسكوت، الشيبسي، يعني الحاجات دي، الكيك والحاجات دي، هنبعد عنها تماما، والحاجات اللي بنجيبها تماما. ده استعوضي ربنا، ده كده خلاص، ده هي بتكلمك وبتسالك السؤال ده وشايفه صوره تعديه وحاجات قدام عينها. لا بصي، احنا هنحاول نبعد عنها، ممكن ناكلهم باعتدال، يعني مره مثلا في الاسبوع ما فيهاش مشكله، مره في الاسبوع، مره تقولي لي مره في اليوم، لا مش هنقدر نعمل كده للاسف، لان هي هتاثر عليا، لان هي بتبقى زي دايره سايكل في خلال اليوم، لو دخلت جسمي بتاثر عليا بعد شويه. اولا بتعمل سبايكنج للبلاد شوجر ليفل، فبيطلع جامد جدا وبينزل جامد جدا بسرعه، فبيحصل لي هبوط، بيحصل لي عصبيه ان انا محتاجه تاني بسرعه، ما ببقاش مركزه وهكذا، وبتاثر على طريقه تفكيري، فبيبقى في زي بنقول زي كلاود، كان في سحابه على مخي. فلما بنقلل الاكل ده والاكل اللي فيه دهون كتيره زي الحاجات الجانك فود او الحاجات الفرايد او كده، هي دي اللي بتخلي ذهني حاضر اكتر. لو قللت الاكل ده تماما والتزمت بقى بالحاجات الطالعه من الارض الطبيعيه، خضار، الاكل المصري الطبيعي ما فيهوش مشكله لو مش متسبك قوي، رز، خضار، فراخ، لحمه، سمك، ابقى متاكده ان في فاكهه مثلا او اتنين في اليوم، ما اكلش فاكهه او سكريات بالليل علشان ما تقطعش نومي فتاثر على المود بتاعي تاني يوم، وهكذا. هي دي الحاجات اللي انا بحاول التزم بيها على قد ما اقدر. في ناس بتلاقيها يعني ممكن يتقال عليها بشكل مجازي كده مدمنه مشروبات غازيه او مدمنه مشروبات طاقه، فتقولي للناس دي ايه؟ هو الاثنين كارثه، احنا كلنا بنعمل كده عامه ساعات، يعني انا ساعات بشرب بيبسي دايت، ودي اكتر غلطه بتبقى. ينفع كده دكتور؟ ما ينفعش طبعا، يعني تيجي منك انت لا طبعا، الناس تاكل وشنا. لا بس ما اقدرش، لازم اقول الحقيقه. بس هي بتبقى كترها هو الغلط على الجسم، والمشروبات الطاقه دي اصلا ما فيهاش اي يعني، لان هي برضو بتعمل نفس الايفكت بتاع الحاجات المصنعه، هي حاجه بترفع بسرعه جدا وبتنزل بسرعه جدا، فهي ممكن تديني طاقه مؤقته، بس هي بتاثر على بقيه حياتي بالسلب اكتر ما بتديني يعني الطاقه. بعيدا عن مشروبات الطاقه، المشروبات الغازيه اللي هي درجه اكتر، دي كارثه بقى، دي كلها سكريات، في وسط كل وجبه لازم نص لتر بيتشرب. ما هي دي مشكلتها، غير السكريات اللي فيها، هي بتاثر على العظم وبتاثر على العضل، فلو احنا بنتكلم للناس الطبيعيه فهي كارثه، لو للعيبه بقى هي ما ينفعش اصلا حد ياخدها. اللي انا هلتزم بيه الميه، او المايه مثلا لو حطيت فيها فاكهه متقطعه او العصائر الطبيعيه، العصائر الطبيعيه بس ما تبقاش كتير، لان العصائر الطبيعيه مش زي الفاكهه الاساسيه، بتبقى ناقصه الفايبرز اللي فيها، وبتبقى ناقصه الحاجات كلها، فببعد عنها مش كلها، مش كتير يعني، باخد منها مثلا كوبايه كوبايتين بكثير قوي في اليوم. مش هي المفروض في الاخر؟ لا يعني لو انا التفاحه دي لو كلتها كتفاح قطعتها واكلتها، وغير لو حطيتها في خلاط وشربتها، لو حطيتها في خلاط كامله وشربتها تمام، لو عصرتها لا، انا كده شلت منها الفايبرز اللي فيها وشلت منها قيمه غذائيه، فيها حاجات كتيره جدا اتشالت منها، فببقى باخد بس فيتامينات فيها، لكن ما باخدش اي حاجه تانية. وبيبقى فيها كالوريز زياده، بنقول عليها امتي كالوريز، يعني ببقى بزود سعرات حراريه لليوم بتاعي وانا مش مستفيده منه في حاجه. فالاحسن لي ان انا التزم بالميه على قد ما اقدر، حتى لو هشرب الحاجات دي تبقى كوبايه كوبايتين بالكتير قوي في خلال اليوم. كويس. طيب عشان برضو احنا في فئات كتيرة بتتفرج علينا، فنفيد برضو السيدات الحوامل، لان برضو دول من اكتر الفئات اللي المود عندهم بيبقى متغير بشكل كبير وملحوظ، فيعملوا ايه برضو يعني ايه؟ السيدات الحوامل في المطلق المفروض ان انا مثلا اكتر حاجة بتثبت شوية المود عندهم بيبقى الشوكولاتة الداكنة او دارك شوكولات، هي دي اكتر حاجة ممكن تثبت لي المود بتاعي شوية، لان هي بتعزز من غير ما ارجع للشوكولاتة الطبيعية اللي فيها ألبان وحاجات كتيرة مصنعة، فممكن دي اخد منها قطعة او قطعتين. التمر من الحاجات اللي لو بعد الشهر الثالث مش قبل الشهر الثالث، التمر ما فيهوش مشكله تماما. اكل بطاطا مشويه عليها عسل مثلا، البينات باتر اللي هي زبده الفول السوداني الطبيعيه مش اللي فيها سكر كتير، الحاجات دي ممكن تزق المود شويه وتحسنه اكتر بكتير ليهم يعني. كويس كده، حلو. ليه في اكلات معينه بتلاقي ان في ناس بتاكلها عشان تخس وناس تانية بتاكلها عشان تزيد؟ زي التونه مثلا، ده اللي جه على بالي. هل هو الاستخدام البروسيسنج مثلا بتاع يعني
لا هي دي معلومة خاطئة شوية. التونة ما تتخنش. التونة ما تتخنش بس كتير من التونة غلط في المطلق، لأن هي فيها، لأن هي حاجة مصنعة أو معلبة زي ما بنقول. ما دايما أو مش بتتخن، نظرك إنها بتمد يعني، دايما بتلاقي اللعيبة اللي طالعين من الجيم يضربوا لك علبتين تونة بعد ده علشان العضل، هما نازلين على السلم من الجيم. بس ده عشان العضل مش عشان يتخنوا، ده عشان أوكي. العضل بتاعهم خلال اليوم بقى بياكلوا حاجات تانية تتخنهم، زي ما بياكلوا مثلا رز بطاطس، ساعات بياكلوا مكرونة، ودي مش أكتر حاجة صح. هي مفيدة للكتلة العضلية، الكتلة العضلية لأن هي بروتين، بروتينات صنف تحت البروتينات. في غير ده بقى، في غير الاستخدام ده، هي بتخسس أكتر؟ هي بتخسس أكتر لو ما فيهاش زيوت، ولو مش، ولو التونة الطبيعية اللي هي بتبقى مثلا مشوية، تونة جايبة تونة من عند بتاع سمك يعني. التونة اللي انت عارفها، التونة الكاند، هي بتخسس لو هي متصفية من الزيت تماما، ولو هي أو اللي هي معمولة محطوطة في مية وملح من غير بقى إضافات المايونيز ممكن أحط عليها زيت زيتون معلقة مثلا، ممكن أحط عليها خضار، أعملها سلطة لطيفة، أحط عليها بطاطس تمام كده يعني. طب في بقى ناس مثلا، ودول اللي هم مش رياضيين، الناس الطبيعيه اللي زينا، ممكن يكونوا عندهم هذا الفكر شويه، ان انا هاكل النهارده اكله قويه جدا وانا هروح بكره الجيم او هروح بالليل الجيم مثلا، هو ده اصلا صح يعني؟ هل انا لو اكلت اكله تتخن فعلا لو رحت الجيم هتتحرق، ولا الكونسبت ده مش موجود؟ خلينا نقول ان كل انسان محتاج عدد سعرات حراريه في اليوم على حسب جسمه وعلى حسب الطاقه اللي هو محتاجها. تتراوح من كام؟ تتراوح من يعني بنقول من الستات مثلا من حوالي 1500 1600، والرجاله بتطلع من 1800 ل 2200 مثلا او حاجه الى يعني. يعني انتوا بتاكلوا اكتر؟ طبعا عشان هو جسمهم بيحرق. شايفه كده؟ حتى انت شايفه كده؟ بس الحاجه اللي بتخلي بتفرق كل حد عن التاني او اللي بيدخل له يعني خلال اليوم على حسب النيد بتاعته. فانا مثلا حد عاوز يتخن مثلا شويه بحتاج اكل اكتر بكتير في اليوم، حد محتاج يخس شويه بحتاج اكل اقل بكتير في اليوم. طيب الناس اللي يعني اللي زي حالاتي الحقيقه يعني، اللي هي ايه، عاشقه للاكل الشوارع وخصوصا عربيات الكبده وعربيات الفول والنوع ده، بصي حتى هو مني. اصلا من اول ما ابتدينا البرنامج مع بعض انا تخني، انا بتكلم بجد، انا جيت بوزن معين في البرنامج ده ودلوقتي وزني بتاكل اكلي. لا انا بتاكل هو بعد أكل. البرنامج كل يوم في مطعم شهير هنا جنبنا بلا ذكر اسامي، نحاول النهارده البرجر كذا، اقول له لا يا كريم، يوم جايب لي فضعف خلاص. ما هي لا، ما هو برده ما ينفعش، انا باكل زيها بالظبط وما بزيدش. لا بس ده طبيعه جسمك، انت جسمك ممكن يكون بيحرق اكتر بكتير، لكن الناس الطبيعيه لا، احنا مش عايزين ناكل الاكل ده، انا عايز اكل اكل طبيعي في البيت على قد ما اقدر. رجعينا لعربيات الفول وعربيات الكبده، الناس اللي عندها النوع ده من التفضيلات الغذائيه ماشي، تقول لهم ايه؟ هقول لهم لا ما تكتروش منه، لانه ده في الاخر بيأثر على صحتي قبل ما بيأثر على وزني. يعني هو ببقى بعد شويه مش مركز، ما عنديش طاقه، مش عارف اتحرك قوي، لو انا باكل الاكل ده اصلا حتى علشان اللي هو انزل بقى الشغل واشيل واعمل وكده مش هعمل حاجه. طب ما ممكن يبقى بناكل نفس الاكل ده في البيت بس ما بقاش ليه نفس الضرر او المخاطر اللي انتوا دايما بتحذروا منها كمتخصصين ده التمثيل. لان احنا بنبقى في البيت عارفين انا بحط ايه، عارفه نسبه الزيت اللي بحطه، نوعيه الزيت اللي بحطه، مبقاش في حاجات مهدرجه مثلا، مبقاش في حاجات مصنعه تحسن طعم الاكل، وده بيبقى عند دارج جدا عند محلات كتيرة قوي، بيزودوا شوية حاجات تزود طعم، تحلي طعم الأكل شوية، تحلي دهون معينة تخليه ألذ. بس هو فيه زيت عربيات لطيف جدا، لذيذ جدا. لا هو ده يدخل في الفخاد زيت باكل مش هينفع يعمل أي حاجة خالص. لا هو كارثة للأسف الشديد، يعني هو كارثة بجد، بيأثر سلبي جدا على الصحة وعلى الكبد وعلى القلب وهكذا قدام. فأنا غير حتى التخن، يعني بعيدا عن التخن أو بعيدا عن ده، هي بتأثر على صحتي بالسلب جدا، فأنا بحاول أبعد عنها لقد ما أقدر، وأعمل أنا حاجتي في البيت، أحضر أكلي في البيت لو أقدر، نص ساعة قبل ما أنزل بس أحضر الوجبة بتاعتي وأخدها معايا، مش هتاخد مني حاجة كتيرة يعني. احنا ممكن نختم بالوصفه اللي حضرتك قلتيها برضو، هي فكره كده السحر اللي موجود دايما، والدكاتره دايما الاخصائيين التغذيه اللي بيقولوا لنا عليها السحر اللي موجود في الميه. فهنختم بالمعلومه دي حضرتك تاكدي عليها، لان مفيش حد ما بيتكلمش قد ايه الميه مفيده على جميع الاصعده. يعني الميه ممكن تخسسك، ممكن تحسن البشره، ممكن تحسن المود، يعني كل حاجه الميه ممكن تعملها. بالظبط احنا من خلال الميه، يعني احنا بنقول ان 70% من جسم البني ادمين اصلا ميه، فلو انا
ما شربتش ميه كل حاجه، كل اعضاء جسمي بتتاثر، منها الشعر والجسم والجلد والمعده والهضم. ودي يمكن اكتر حاجه متعارف عليها انه لو شربت ميه فعلا كتير هتخس، وهي مش بس بتخسس، هي بتنزل السموم اللي في الجسم. فلازم ابقى متاكده ان انا بشرب ميه كافيه خلال اليوم، ما تخلينيش تعبانه، ما تخلينيش جعانه على قد ما اقدر. بس بنشربها بدون افراط ولا في مساحه للافراط في الميه طالما هي شيء؟ في مساحه للافراط، لانه يعني اللي بيشربها كتير قوي ده قليلين جدا، فما عنديش مشكله يعني. عندنا 2 3 لتر 4 ميه انا تمام في خلال اليوم، يعني ما فيهوش مشكله خالص. تمام، بنشكرك دكتور ايه، نورتينا ومستي جدا على المعلومات المفيده، وان شاء الله تكون طبعا كل اللي يكونوا كل المشاهدين استفادوا النهارده. مرسي جدا ليكم. مفيش عربيات كبده بعد كده؟ بعد الهوا نشوف يا كريم. هنقللها للاسف. نورتينا وشرفتينا وسعدنا بوجودك معانا. مرسي جدا ليكم. اتفضل يا فندم، بقى الكاميرا بتاعتك والله. والنبي طلعتك، ما حد هيخدم غيرك. طيب. خيوبا عليا ما حد يخدم حلقه النهارده غيرك، اتفضل. اوكي كريم، هنشوف حضراتكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده 10 الصبح في الأهلي.